الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا عايز أكلمكم النهاردة في موضوع اسمه الخفيات والظاهرة. العبارة دي وردت في صلاة الشكر، نطلب أن ربنا ينجينا من الأعداء الخفيين والظاهرين، ووردت في التقديسات الثلاثة: اغفر لنا خطايانا التي فعلناها بمعرفة وبغير معرفة، الخفية والظاهرة. وردت أيضا في تحليل نصف الليل للأباء الكهنة: واغفر لهم خطاياهم الخفية والظاهرة. فاحنا عايزين في الموضوع ده نتكلم على كم نقطة. أولا، إيه هي الخطايا الخفية؟ إيه الخطايا الخفية اللي نطلب من الراهن يغفرها لينا؟ طبعا الخطايا الظاهرة واضحة ومعروفة. الخطايا الخفية زي الخطايا اللي في الفكر، ما فيش حد عارف ايه افكارك، فهي خطايا خفية على الناس. والخطايا الخاصة بمشاعر القلب هي ايضا خطايا خفية، ما فيش حد عارف قلبك فيه ايه وشهواتك فيه ايه. وايضا الخطايا اللي خاصة بالنية، بالنيات، يعني انت تقول في قلبك الشخص ده انا لازم اعمل فيه واسوي فيه وما عملتش حاجة، لكن مجرد نيتك من جوه نية خاطئة تعتبر من الخطايا الخفية. ومن الخطايا الخفية الخطايا اللي متخزنة في العقل الباطن، الخطايا المخزنة في العقل الباطن. وأحيانا من العقل الباطن تخرج أحلام خاطئة، والأحلام الخاطئة من الخطايا الخفية أيضا. ففي خطايا خفية كل واحد بيقع فيها تقريبا. وفي المزمور يقول آية لطيفة جدا، يقول إيه؟ الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب ابرئني. خطايا مستترة يعني خطايا خفية. لذلك الإنسان كما يقول الحكيم: اعرف نفسك. تعرف نفسك مش بس الحاجات اللي بتعملها من برة، تعرف نفسك أيضا وتشوف ايه الحاجات اللي جواك ولازم تتغير وتتصلح وتتعدل. الخطايا الخفية. وجايز تكون من الخطايا الخفية خطايا الجهل، يعني انت بتعملها وما تعرفش انها حرام، لكن هي خطايا. خطايا الجهل احيانا تبقى من الخطايا الخفية. وكلما تنمو في الروحيات تبتدي تكتشف خطايا كانت عندك زمان ما كنتش حاسس بيها لأن مستواك كان ضعيف، فتبتدي تعرف إنها كانت خطايا. وفي هذا يقول الشاعر: إذا كانت فضائلي ألاقي أتيه بها عدت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. يعني أحيانا فضائل عندك تعتبر ذنوب بس انت ما كنتش فاكرها كده. هو في الحقيقة ما لا نعرفه عن أنفسنا
ما لا نعرفه عن أنفسنا أكثر بكثير من اللي نعرفه عن أنفسنا. نحن نجهل أنفسنا، وجوانا في حاجات كتير عايزة تتصلح، وفي خطايا مخفية عندك يغطيها البر الذاتي. في ناس بيقعوا في خطية البر الذاتي، في ناس بيقعوا في خطية البر الذاتي، يعني يظن نفسه أنه بار في عيني نفسه، يظن أنه بار في عيني نفسه وليه خطايا مش عارفها أو بيغطيها، أو عارفها لكن بيغطيها، يغطيها بالأعذار، بالتبريرات، بالكذب، بأي حاجة، لكنها خطايا، خطايا خفية في داخله. سعيد هو الإنسان الذي يفحص ذاته باستمرار ويشوف إيه الخفيات اللي جواه ويصلحها. دي من جهة هذه الخطايا. لكن عايز أقول عن الخطايا الخفية كلمة تخوف. إيه الكلمة اللي تخوف؟ لابد ربنا يكشفها، لابد ربنا يكشف. في كشف في اليوم الأخير حين تفتح الأسفار وتقرأ الأفكار وتعرف النيات. في ذلك الوقت أين نخبئ وجهنا؟ لذلك الإنسان الحكيم يدور على الخطايا الخفية من دلوقتي ويحاول يعالجها، لأن السيد المسيح بيقول ليس خفي إلا ويعرف ولا مكتوم إلا ويستعلن. يبقى الحاجات الخفية دي هيجي وقت تنكشف، ياريت تكشفها أنت وتتوب عنها بدل ما تنكشف في وقت ما يكونش فيه توبة. نقطة تاني في الخطايا الخفية، مش عندك انت، عند الناس يعني عموما، الرجل اللي بيظن انه رجل بجد يعني ممكن تكشفه حاجات، تكشفه وتطلع خفاياه اللي جوه. ينكشف بواسطة المرأة وبواسطة المال وبواسطة الوظائف والألقاب. يعني ايه؟ يعني راجل فاكر انه راجل، تيجي امرأة تطير دماغه. ده في رجال بيغيروا دينهم عشان امرأة، يعني المرأة سيطرت عليه لدرجة انه غير دينه علشانها. ده يدل على انه اما هو ضعيف من جوه ما يقدرش يقاوم المرأة، او ان ايمانه ضعيف ممكن يغيره من اجل امرأة. أتذكر زمان وأنا شاب صغير كنت قريت كتاب للكاتب الشهير أحمد الصاوي محمد، اسم الكتاب المرأة لعبتها الرجل. المرأة إيه؟ لعبتها الرجل، يعني لما المرأة تحب تلعب تجيب راجل تلعب بيه. طبعا مش كل الرجال، المرأة لعبتها الرجل والشيطان لعبته المرأة. يعني لما الشيطان يحب يلعب يجيب امرأة يلعب بيها، والمرأة اللي بيلعب بيها يخليها تلعب بالراجل من الرجالة، والحكاية ماشية على بعض. فإحنا نختبر الرجل هو راجل بالصحيح ولا لا، لما يواجه بامرأة لها تأثير عليه وجاذبية عليه، أو نختبره أن الرجل بالصحيح ولا لا لما يحارب بالمال، مال كبير، يشوف يهتز ولا لا، ويقبل ويغير مبادئه ولا لا، أو يحاربوه
بمنصب من المناصب أو لقب من الألقاب فيبتدي يتهز من جوه. فكلمة رجل كلمة من بره اسمها رجل، والخفيات تبان بهذا الاختبار، تبان بهذا الاختبار. دي نقطة. نقطة تاني نيجي في الخطوبة والزواج. في الخطوبة يبان الراجل في منتهى اللطف والتودد للمرأة وطلب رضاها وذوق وآخر ذوق وهدايا. أول ما يتجوزوا يبان الخفي، تبان الخفيات، تبان في طريقة معاملته وهذا المتودد. أنا بستغرب كتير لما يجوني زوجات ويقولوا الراجل بيضربنا، يضربها. أمال فين أيام الحب القديم وأيام الخطوبة وأيام الود وأيام الهدايا؟ ده من الظاهر وكان مخبي الخفيات. المرأة النبيها هي اللي تدرك هذه الخفيات عند الراجل قبل ما ترتبط. لكن ساعات الستات يقولوا يعني نار الزوج نار زوجي احسن من جنة ابويا، ده كلام ده، وتحتمل النار تبقى مبسوطة. خليكي مبسوطة. في الرهبنة مثلا، الرهبنة هي حياة الوحدة، حياة الوحدة والصلاة. لكن أول ما يتقدم واحد للرهبنة ما نحطوش في الوحدة على طول، لألا نحطه في الوحدة فيغلق نفسه على طباعه الخاطئة وخطاياه. نحطه في الأول في المجمع يتعامل مع الأبهات، يبان هل عنده غضب ولا ما عندوش، هل بيقدر يحتمل ولا ما بيحتملش، وهل لو غضب بيتنرفز ولا يخليها بس في قلبه، ولما يتنرفز هل بيشتم هل بيضرب هل بيعمل هل بيسوي. نبتدي نشوف الراهب في المجمع يمشي ازاي. فإذا استطاع أن يكشف أخطاءه الخفية في المجمع ويعالجها نسمح له يروح في الوحدة بقلب نقي وفكر نقي. ساعات ربنا يقول ايه ده، دخلوني في الدير اشتغل شغلانات انا عايز اتوحد. يا حبيبي تتوحد بعد ما تتنقى من جوه، بعد ما تكتشف الخفيات اللي فيك وتعالجها. دي في الرهبنة والزواج. في الترشيح للكهنوت، يا سلام، دي حاجة ياما بنقع فيها. فلان ده مرشح للكهنوت، ماله؟ خادم ممتاز بيخدم في الحتة الفلانية والفلانية والفلانية وكتلة نشاط ويوعظ كويس وعنده معلومات، نقول يترسم قسيس. عارفين الخفيات تتعرف ازاي؟ نشوفه في البيت بيتعامل ازاي مع اولاده ومع مراته، دي احنا ما بندورش عليها، مش عارف ندور عليها ازاي. ولو مراته قالت زوجي ده ما ينفعش قسيس يبقى يومها ما يعديش، تاخد علقه نهار وليل وعلقه تظل علقه بذهنها طول العمر. انت تقول علي الكلام ده تبقي خاينه، تبقي يهوذا جديد، تبقي. لكن في الحقيقه عشان نعرف المرشح ده مظبوط ولا لا نشوف الخفيات. الخفيات هي معاملته في البيت، معاملته مع الزوجه ومع الاولاد. لما تحتك بواحد تبان الخفيات كلها اللي من جوه. لكن طول ما احنا عايشين كده
أي فضل لكم إن سلمتم على اللي يسلمون عليكم، مفيش حاجة. الخفيات أحيانا تظهر النتائج وردود الفعل. طيب نخلص من دول، نمسك النقطة الثالثة، إيه الأعداء الخفيين؟ نقول نجينا من الأعداء الخفيين. طبعا أول عدو خفي هو الشيطان، والشيطان يوسوس في الفكر ويوسوس في القلب ويعمل ويجيب مغريات وحاجات كتيرة. فالشيطان من الأعداء الخفيين هو وأعوانه، وبرضه مؤامرات الناس الأشرار الخفية والظاهرة. ياما توجد مؤامرات ربنا أنقذك منها دون أن تعرف ودون أن تصل إليك، ربنا من بره لبره مشاه. فيه أعداء خفيين هم الأصدقاء غير المخلصين، الأصدقاء غير المخلصين اللي يقول لك في الوش مراية وفي القفا سلاية، سلاية على شوكة. أو الشخص اللي يكون بوجهين، أمامك بوجه ومن وراك بوجه آخر، هو من الأعداء الخفيين برضه. تقابله يا سلام، زي ما بيقول الشعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. دول من الأعداء الخفيين وإن كانوا يبانوا كأصدقاء. أنا رأي واحد قال: نجني يا رب من أصدقائي، أما أعدائي فأنا أعرفهم جيدا. ما يقوله في وجهك غير ما يقوله في غيابك. أهو دول اللي قال عنهم الكتاب: يلبسون ثياب الحملان وهم ذئاب خاطف. ثياب الحملان دي في الظاهرات، وذئاب خاطفة في الخفيات. وممكن يكون واحد في مركز كبير يقابلوه بعض العاملين تحت إرادته إدارته بالتملق والنفاق والرياء، كلها في ظاهرها أشياء طيبة وفي الخفيات متعبة. ساعات الأعداء الخفيين يكونوا بعض المرشدين اللي بيرشدوا بطريقة خاطئة. ربنا قال لبني إسرائيل: يا إسرائيل مرشدوك مضلون، مرشدوك مضلون. والكتبة والفريسيون والكهنة والصدوقيون ورؤساء الشعب أيام المسيح كانوا مرشدين مضلين. عشان كده المسيح قال لهم: أعمى يقود أعمى، كلاهما يسقطان في حفرة. يا مناس ضيعوهم مرشدون مضلون. في حاجات تانية في الخفيات والظاهرات اللي هي العلاقات. واحد يكون مخلص من الظاهر وبعدين يحب علاقة أخرى فينقلب، وتخش الحكاية بتاعت مبرئ المذنب ومذنب البريء، كلاهما مكرها للرب.
أو الألفاظ اللي ملهاش معنى أو معناها عكس. واحد يقول لك فلان ده الله يسامحه، وهو بيقول الله يسامحه ومعناها ربنا يجازيه حسب أعماله. ربما كتير منكم استخدموا العبارة دي. أو واحد يسيء إلى واحد يقول له طب روح الله يسامحك. كلمة الله يسامحك يعني زعلان منك على الآخر. التجربة أيضا تكشف المخفي، يبان من جوه إيه. نمسك النقطة الأخيرة في الخفيات والظاهرات مع الله نفسه. أول نقطة نقولها، الله لا يوجد أمامه أبدا خفيات، كل شيء مكشوف أمامه، عارف اللي في القلب واللي في الفكر واللي في النية، ولا يخفى عليه شيء. دي أول نقطة. تاني نقطة، عمل الله في الخفاء بواسطة نعمته. نعمة الله بتعمل معاك في الخفاء، فمن ضمن الخفيات عمل نعمة الله وعمل روحه القدوس. ومن ضمن العمل في الخفاء عمل ملائكته القديسين. يقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. يقول يرسل ملائكته إليك يحفظونك في كل طرقك. ومن ضمن الحاجات دي الجميلة في الملائكة وعملهم في الخفاء، أيام إليشع النبي لما كان الجنود الأعداء تحيطوا بالمدينة، وتلميذه جحزي كان واقف مرتعش، فربنا قال إليشع النبي قال يا رب افتح عيني الغلام ليرى إن الذين معنا أكثر من الذين علينا. فلما اتفتحت بصيرته وجد ملائكة كتيرة جدا موجودة حواليهم نجوهم من الأعداء. الملائكة بتعمل في الخفاء وعملهم قوي. دايما الحاجات اللي في الخفاء بتكون قوية. لذلك ربنا أمرنا أن نعمل الخير في الخفاء من غير ما حد يحس بيه. وهذه الأشياء اللي تعمل في الخفاء يكشفها الله في اليوم الأخير، فإذا هي نور ومجد أمام الناس. عشان كده ربنا بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء، أهي في الخفاء وكنوز بتروح في السماء. في ناس لا يحبوا يعملوا كنوز في السماء ولا كنوز على الأرض. آخر حاجة أقولها في الخفاء والظاهرات، العالم الحاضر هو من الظاهرات، والحياة الأبدية هي من الخفيات. لأن ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر هم خفيات. اتفضلوا صلوا. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس، وربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.